هالدني من الدني بتغار يا حب غيرك ما حدا مخبي لنا أسرار كلنا فرحنا بهالدني من الدني بتغار يا حب غيرك ما حدا مخبي لنا أسرار مهما جرى قالوا الزمن غدار يا صاحبي وحده اللي جاي بيعرف اللي صار يا صاحبي مهما جرى قالوا الزمن غدار يا صاحبي وحده اللي جاي بيعرف اللي صار يا صاحبي مهما يطول السفر ويتخيروا ومنه لحال يكبروا ويسألوا الأولاد حبيت اطمنك على ايدي شفتك خايفة علي امبارح مش خايفة علي ولا شيء انور تركني بحالي بقى تاني شغالي وحياتي هيدا اجى عشيك في حاجة؟ حصل حاجة؟ طب اهدي والله هيدا طارق ما ارتحت له من اول ما شفته هيك بيو مربيه على طبعه طماعه وانانه يمكن يكون عم بظلمه بس عندي احساس بهيدا الشيء بعدك قلقانه وخايفه اني اتراجع ايه ما تخافي انا انخدعت مره وما حانخدع مره تانيه يعني انت متوقعه يكون خدعك كرمال الضريبه في سؤال براسي محيرني كتير وبدي جواب عليه هو ورا موضوع الضريبة ولا لا؟ ماني عارفة على كل حال حيبين من طريقة تعامله رح نستنى ونشوف طب خليني شوف حدا يقدر يحللنا إياها قبل ما يفوت الأمين وسعي فيي حبيبتي بآخر المطاف رح لقي مين يحلها وبسرعة بس أنا بدي جربه شوي ومين برأيك رح يحلها بسرعة غيره؟ حبيبتي ما تشغلي بالك خالتي أنت ما تشغلي بالك خلاص أنا رايحة نادية خالتي خلص قلت لك أنا المسؤولة لا بلا نادية
من اول ما شفتك وانا اقول لحالي انه هيدي ناديه، وكل يوم بقول بدي اسلم عليك بس بخاف احرجك او تحرجيني. لا انا كمان وقت شفتك سالت عن اسمك، بس قالوا لي اسمك تذكرتك. طمنيني عنك، وين صرتي؟ شو اخبارك؟ خلص كمبيوتر وبهالمحل مثل ما شايف. انا بدي استاذن. الله معك. ايه بس خالتك كيفها؟ وليه ما بتسألها إلها؟ ما بصير تفل بلا ما تودعها أو ترجع وما تقول مرحبا يا جيران. أنا مشغولة صار لازم فل. أنا آسفة كمان عن جد. لا لا مفيش داعي للأسف، دي حاجة عادية يعني. هو فاكر إن في حاجة يعني بيني وبينك. أنا ما رضيتش أقول لك قبل كده يعني، هو حاول كذا مرة يعترض طريقي ويهددني. يهددك بشو؟ لا لا مفيش مشكلة، بس أنا حاسس كده إنه يعني عامل لك الموضوع ده إزعاج. أكيد كمان، بس أنا هلا مزعوجة كرمالك لأنه هيدا الشيء صار قدامك وهلا عم بهددك. لا 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 ما تاخديش في بالك، هو هددني يعني قبل كده وانا نسيت موضوع تهديده ده خالص. انا حتى ما رضيتش اقول لك اي حاجه رغم ان الموضوع ده يخصك. مشان ما تحرجني؟ لا انا حاسس كده ان في يعني حاجه خاصه بينكم، يعني ماليش حق ان اتدخل فيها، لكن لو انت عايزه انا اتدخل يعني او اساعدك في اي حاجه انا جاهز، جاهز لاي حاجه. قولي لي ايه رايك اعزمكم النهارده على سهره انت والشله؟ وين؟ عندي في البيت. بركي ما اجوا؟ لو ما جوش ما تجيش. ما تفهمني غلط كمال، انت بالنسبه لإلي اخ. اخ عارف طبعا. يلا بينا. مرحبا خالتي. اهلا وسهلا. هني بيت ليلى مو كذي؟ ايه هون. اهلا رانيا. تفضلي. اهلا وسهلا. تفضلي. اهلا فيك ماما. رانيا زميلتي بالجامعه. اهلا وسهلا تشرفنا. تفضلي. شكرا. اهلي. تفضلي. ثانك يو حبيبتي. مسوار يا مان. اهلين. شو جاهز؟ ايه جاهز، بس ما بدك تفوت اقعد شوي؟ لا لا ما ناطرتنا بالسيارة. يلا يلا تفضل. يلا بنصور يا مان. بنصور يا مان. امسك دخل حاجات جوه. لا انسى يا مان. عامل ايه؟ لا لا خلينا نساعدك. ازيك يا زكي غانم؟ لا 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 اتفضل اتفضل. ساعدك بشيء؟ لا 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 اتفضل. انا جيت ازورك عشان تردي لي زياره. بصراحه مشيت علاماتك السنه اللي فاتت وانا حابه ان احنا نكون قراب من بعض، واكتشفت انك مو بس شطوره لا وطيوبه بعد. تسلمي لي عن جد، كلك ذوق خجلتيني. لا هذه ما هي مجامله. وانت كمان طيوبه اكيد. هلا شوفي، أنا وقت كنت شوفك بالجامعة كنت شوف وحدة مغرورة كتير، يمكن لأنه ما في حكي بيناتنا، بس بعد ما زرتيني هلأ أنا شايفة قدامي حدا كتير منيح. معناتها نصير أصدقاء؟ إيه ليش لا؟ بيشرفني. ماشي مشكورة على الدفتر والشاي. ليش استعجلتي بالدفتر رانيا؟ خلاص خلصت منه. طب خليكي قاعدة بكي. لا ما أقدر أتأخر، لكن عقب شي توقع زيارتي لك بأي وقت. نفس الشي ودي إياه منك، وباكر إن شاء الله راح أعرفك على بيتي. أوكي؟ أوكي. يلا باي. باي.
نعم. بدأت نقدم بيتك ولقيتهم ضوا، فحبيت قلك تصبح على خير. طلع منهم هالحركات. ليك لا تكون بدك حق يعني اللي عم تقدم لي إياه. أنا ما عم بتصل لحتى أزعجك، عم بتصل بس لقلك تصبح على خير. شكرا كثير على السهرة اللطيفة. المهم تكون عجبتك السهرة. لا أكيد انبسطت. تفضل. خليها مرة تانية. مثل ما بدك. تصبح على خير. وأنت من أهل الخير. ألو. يا بابا ازيك؟ عامل ايه؟ لا انا تمام، كله تمام الحمد لله. بقولك يا باشا، انا كنت عايز كده تحول لي مبلغ كده، انت عارف يعني الحياة هنا صعبة شوية. لا دي كلها مراجع. والله يا باشا. طيب بقولك يا بابا لو سمحت سلم لي على زينة قوي. ها طيب، مع السلامة. مع السلامة. مع الف سلامة. الف سلامة. عايزة اجرع انت؟ عايزك تبعد عن ديانة، مش قلت لك هالشي المرة الماضية؟ طب ايه رأيك بقى انا مش ابعد عنها؟ يبدو انك انت مستغني عن حياتك، رح تبعد عنها واجرك فوق راسك. انت بتتكلم على قدك بقى، بتتكلم على قدك!
اسف لازعاجك. بابا من فضلك انا عايزك تستخدم كل علاقاتك في اوكرانيا بشكل جامد. علاقاتي؟ ايه مالك يا كمال؟ عاوزني استعمل علاقاتي بايه وعشان ايه؟ انا في المستشفى يا بابا، محتاج انك تتدخل بكل قوتك. مستشفى؟ هو ايه اللي حصل؟ واحد صاحبي اتصاب بسببه. يعني انت ما جرالكش حاجه؟ يما شفيج؟ ليش نايمة هنا؟ أبت يما، قلت هي أتونس شوية بصورة أخوك. يما خوفتيني، أول مرة ما تقعدين قبلي قاعد حاطين شي يما. لا يا سلامتش ما في شي. زين قومي يما غسلي وجهك على ما أسوي لك ريوق. يوبا انت من البارح ما نمت، روح البيت ارتاح، واذا تعبان اودك الدكتور. يا صباح الورد بوردة المحلات كلها. صباح الخير. هلا جهزت القهوه، تعال اشربي لك فنجان. ولا طالع ريحة طيبة من عندك؟ ايه، لأنه أنا بعملها بإيدي وبزبط عيارة. القهوة إذا بيتخربط عيارة بتخربط كل المزاج، حتى عيارة بخربط ريحتها. يلا جيبي كرسي وتعي قعدي حالك. غير مرة. سيد شوقي كرمال أختصر عليك، مش عن طريقي رح توصل لخالتي،
أنا ما رح أتدخل بشي ما بعرفه. ولو يا نادية، ما أنت بتعرفي كل شي. يمكن بوقتك كنت صغيرة، بس هلأ ما شاء الله عليكي صرت زينة الصبايا. أكيد خالتك حياة حكيت قدامك. هيك بتتوقع؟ سيد شوى، أنا بعدنا عم عاملك بالود اللي كان بيناتنا من زمان، وبتمنى يكون لهون وبس. أنا مستأذن. ألو، هلا سالم. هلا حبيبي. أبوك؟ لا، ما يا البيت حاله. ما يصير يمه. لا لا لا، لو أدري ما اتصلت فيك. هو من متى يرد علي؟ أنزين حبيبي، ليه أبوك قول لخيدك علي. يلا مع السلامة. لا ما في شيء، بس البارح ما نام الليل، قلت بتطمن عليه. لا 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 لا، ما يحتاج، الحمد لله تطمنت. مع السلامة. قلت لك ما فيني شيء. شنو ما فيك شيء؟ انت قلت لي بس تعبان وضايق خلقك، بس ما قلت لي انك ما نمت. انت فيك شيء؟ شيء يعورك؟ لا، قلت لك ما فيني شيء، الحمد لله ما فيني شيء. شيش منت بصريه؟ قلت لك ما فيني شيء. لا بس انت طول الليل ضايق خلقك وتسالني عن غانم، صاير شيء؟ ما في شيء، يعني ما في شيء يا غانم. خلاص وسالم، احلفك واللي يسلمك تقول لي. واللي لا حول ولا قوه الا بالله. يبا تدرين شلون بطلت مالي قاعد معك. خلاص خلاص خلاص، قعد، ما راح اسال. أقول أبو سالم؟ نعم. صاير شيء بينك وبين أم سالم؟ بيني وبين أم سالم؟ مثل شنو؟ لا بس ليش ما تشتري سيارة نقل حق سالم إذا هو حاب يشتغل هالشغلة؟ أم سالم قالت لك، بس إن شاء الله ما غلطت وياك بالحكي. لا حشة، أم سالم عاد عمرها ما تغلط، مرأة معدلة وكاملة والكامل الله. مغانم، قولي ليش قالت لك أم سالم ومتى؟ وعلي مسالم جزاها الله ألف خير، قلبها علينا كلنا، ولما عرفت أن اللي خاطر عندك قالت لي عن موضوع السيارة. وسيرة غانم؟ لا حشة، ما قالت عنا إلا كل خير ودعت له بعد. تستري عليها، تستري، كني ما أعرف مسالم أنا. وسالم واللي يسلمك، أحلفك لا تزعل من أم سالم، ترى كل الحق علي. أنا خفت أن يكون في بينكم زعل بخصوص فلوس ولا شيء. الله يخزي الشيطان. انزين سوسن وينها؟ ها؟ شيش ما تردين؟ سوسن وينها؟ بصراحة يا أخوي، سوسن ما سمعت كلامك وراح تدور على شغل. شنو؟ ازيك وزي حال زميلك؟ هم تصرفوا معاه ازاي بالمستشفى؟ اتصالاتك بالليل جابت نتيجه هايله، نزف كميه كبيره قوي من الدم، وهو دلوقتي في العنايه المركزه. يعني حاله مستقره ولا؟ والله مش عارف يا بابا، مش قادر اقول لك لغايه ما اشوفه. وطبعا البوليس تبلغ بالحادثه؟ اه طبعا، امبارح بالليل. يعني بتعتقد انك اذا قعدت حدي خلص بتكون هيك قربت؟ حياة أنا قصدي مشي، بس بدي أطمن عليكي، بدي أشوفك بخير. بعدين أنا ما حطيت عربيتي بوج محلك، لا لأطر طريقك ولا لضايقك. ماشي،
أنا رح صدق هالحكيت. يعني منتعامل مع بعض كأنه جيران وبس. ويا ريت ما نفتح ولا صفحة من صفحات الماضي. وإذا سمحت بترجيك ما بدي اعتذارات ولا تبريرات. يا ابني طالما هو بالعناية المشددة والدكتور مراقبه لازمتها هي قعدتك معاه بالمستشفى. ما اقدرش اسيبه. فهمت، لكن حيفيده بايه قعدتك؟ طب وانا هروح اعمل ايه؟ تروح جامعتك وتتابع دروسك. لا 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 مش مهم خالص. يا ابني يا كمال انا عارفك حساس وعاطفي، لكن برضو انت راجل. بابا اللي عمله معايا غانم محدش يعمله معايا. ده لو صاحبي من سنين ما كانش عمل معايا كده، ده كان هيموت نفسه عشاني. ما اقدرش اسيبه. طب يا ابني زي ما انت عاوز، ابقى معاه وانا هكلمك بالليل. طب ابقى مع السلامة. مع الف سلامة. من ايدي تفضلي. شكرا. تعرف كتير بحب هالوردة. وانا كمان بحبها كتير، ومن هلا ورايح بدي اسميها نادية. والله صار اسمها على الورد. ليش لا؟ كنت حابب اخذ لها فنجان قهوه لحياه، بس خفت تكسفني وتقلي لا. حياه من الناس يلي اذا انحطوا على الجرح بطيب. انا قلت لها لحياه، قلت لها انا ما حطيت عربيتي بوجه المحل لا ضايقك ولا لا اعترض طريقك. اماني نادية، تاكدي علي هالشي وأنا مستعد أترك وأمشي إذا حسيت إنه وجودي تقيل. خالتي منا من النوع اللي بتقطع برزقة حدا لو شو ما كان السبب. أنت بشغلك ونحن بشغلنا، الله يوفقك. إيه حياة هيك. أنا اللي غلطت، يمكن عمري كله قضيته غلط بغلط. طيب انتي بتعرفي على الكمبيوتر؟ شوي. كيف شوي؟ يعني بتعرفي تطبعي عليه؟ ايه. عربي والانجليزي؟ لا انا بالانجليزي مو ذاك الزود. طيب عمرك اشتغلتي قبل هيك بعيادة؟ بصراحة انا لا اشتغلت بعيادة ولا شيء، انا اول مرة ادور شغل. بس يعني مو بعيادة، هاي شغلة فيها مسؤولية. يا دكتور انت تجربني اسبوع، اذا ما عجبتك اطردني. عفواً يعني الشغلة مو شغلة إنه تعرفي كمبيوتر أو لا أو تنظمي مواعيد. الشغلة أخطر من هيك بكتير. يعني هلأ أنا ممكن أعمل عملية جراحية وبحتاجك تساعديني، لازم تكوني شوي تفهمي بالشغلة. بس أنت الدكتور مو أنا. عفواً قلت شيء غلط؟ لا أبداً ما قلت شيء. خلاص راح تستلمي الشغل يا سوسن. سوسن طيب راح نبلش من بداية الأسبوع القادم، بس بكرة بدي إياكي تمرقي هيك ساعة زمان شوفي شو في بالعيادة، شوفي تفاصيل. مشكور، صدق مشكور دكتور، ما قصرت. أهلا وسهلا. مع السلامة. شكرا. عزمنا على القهوة مرة تانية محبة إكسفو. بجيب سيرتك غص. ففكرت انه ايه ما في داعي للاحراج. انت مش مطلوب منك انك تاخدي موقف منه، عاملين مثله مثل اي حدا من هالجيران. بس في شي لازم تعرفيه، شوقي مش بس تركك، ترك البلد وتزوج وانفصل بدون ولاد ورجع من فترة على اجر امه، وهلا حضرته قرر يرجع دايما. وانا شو دخلني بهالفيلم الطويل يعني؟ بس هيك حبيت تعرفي. بس أنا ماني واقفة على محطة ومستنية أي حدا يعني يمرق بس لحتى ينقلني معه تكمل مشوار حياتي. لا، أنا نقلي حالي بمشوار عمري. وصلتك المعلومة يا بنتي؟
نقعد هون. حلوة القعدة هون. أي مكان بتكوني فيه بصير. بالنسبة لي كل الأماكن مثل بعضها. على فكرة المكان هون بيطير العقل. حاسس بالهويات ما أحلاهم؟ هلأ بوصف لك المكان. ولا ما عاد عندك ثقة بعيوني؟ شو إجى على بالك نطلع ليلى؟ ولا شيء، بس يعني صرنا شي شهر ما طلعنا. بعدين إحنا مو بس إخوات، نحن رفقات، وواجبي إني طالعك وغير لك جو، صح ولا لا؟ هاتي لنشوف على شو عازمتيني. يا سيدي عازمتك على أكتر شغلة بتحبها، يا حذرك شو هي؟ عجزت. هيك بسرعة؟ عازمتك على آيس كريم. يا سلام، بس أنا الشاب يعني أنا لازم أطلب. إيه؟ بأمرك، تفضل. وين الجرسون؟ قريب لحتى ناديله؟ على يميني ولا على شمالي؟ على يمينك. جرسون؟ Дай Бог. Спасибо, врач. Вы можете остаться у него ненадолго. Он скоро придет в себя. Да, да. ليلى، انت عن جد مبسوطة؟ طبعا مبسوطة. ان شاء الله مفكر انه طلعتنا اليوم بس كرمالك انت. لا حبيبي، انا كمان بدي انبسط وعيش حياتي لك. شو بك؟ ما في شيء، بس يعني انه بصراحة خايفة يشوفنا حدا. ليش؟ نحن شو الغلط اللي عم نساويه؟ هو مو غلط، أنا وأنت منعرف إنه مو غلط، بس الناس ما بتعرف. لكي معي، لا تخافي لا اليوم ولا بكرة. يعني قديش تتوقعين ممكن نعيش؟ أنا حابب خلص أموري معك. غاني، هلأ قلتك إذا ليم عرفت إنه إحنا عم نشوف بعض وعم نحكي مع بعض من دون ما نقلها، شو رح تعمل؟ ريم مو بس بنت خالتي، ريم أختي ورفيقتي. يعني بدك تقلها؟ وأنت شو بدك؟ أنا عم فكر إنه يعني ما نقول لحدا هلأ، لسه بكير. معناتها لساتك مترددة. ليلى، أنا أول ما شفتك مع ريم حبيتك. يعني بتعترف حضرتك انك اجيت تسأل عن ريم بالجامعة وانت بتعرف انه هي مالها جاية، صح؟ وانت كمان اعترفي انك انبسطتي لانها مانا موجودة. هلا هي مو هيك القصة. شو القصة؟ ليش عم تضحكي؟ انا عملت شي غلط؟ لا حبيبي ابدا، بالعكس ما عملت شي غلط. بس انا في شغلة هيك خطرت ببالي ضحكتني. جدد الآيس كريم ولا نطلب شي تاني؟ لا ولا شي خلاص. ما صار شي حبيبي، عادي. ايه؟
أنا ليش لحتى أطلع مشاوير؟ شو كان رح يفرق معي لو أكلت الآيس كريم هون ولا بالمطبخ ولا بالشارع ولا بالمحل؟ ليش الحكي هالفراس؟ طلعنا وانبسطنا وما أحلانا. مزبوط أختي، الناس بتطلع لحتى تستمتع بالمناظر والناس وبكل شيء، أنا كله أسود بأسود وفوقه حظي أسود. فراس، أنت من حقك تطلع وتغير جو وتشم هوا، بالعكس واللي ما بتشوفه بعيونك بتشوفه بقلبك حبيبي ولا لا؟ مشان هيك حسيت بكاسة المي. أنت صاير حساس زيادة عن اللزوم فراس، لا تكبر القصة، هذا الموضوع ما في مفتح ومو شايف، يعني أي حدا ممكن توقع معه كاسة المي، ممكن أنا توقع معي كاسة المي، وبعدين صاحب المحل قال لك إنه ما في شيء وبتصير. صاحب المحل شافني أعمى ما حب يحرجني. أوهو علينا شو بتكبر القصص، خلصنا بقى. تعرف شو؟ أنا اشتقت لعزف العود تبعك، شو رأيك تسمعني شوي من العود؟ إيه بس قبل ما أنا رح أعمل لك أحلى كاسة شاي بالدنيا مشان السلطن وتسمعني كثير مني، أوكي؟ أوكي. خالص ما راح يوافقني تشتغلي. يا يما يعني الحين تبي تقنعيني ان ريم بس تخلص جامعتها ما راح تشتغل؟ والله عاد انت غير وريم غير، ريم اذا اشتغلت تشتغل بشهادتها، بس انت بتمين طول عمرك تشتغلين والناس تامر عليك. والله ما ادري، خالص حاس انه هو اللي مسؤول عنها. يا حبيبتي الله يعطيه الصحه والعافيه وطول العمر. يما لا نرد بطل هالحكي مره ثانيه. والله انا مالي شغل، انتوا اذا اتفقتوا انا ما عندي مانع. يوم انتي بس لا تحاتين، انا بكلمه وبقنع بطريقتي. الو يا بابا. الحمد لله الحمد لله كويس. ها جنبه نايم فهم البنك. الحمد لله الحمد لله جت سليمة. انت تروح على جنب يا كمال علشان عاوز اكلمك لوحدك. طب ثانية واحدة ثانية واحدة. ايوه افتكر انه احنا اتفقنا تسافر علشان نطلع من الماضي، لكن توصل لحدود الضياع انا ما اقبلش بكده. مهما جاء
الدار يا صاحبي، وحده اللي جاي بيعرف اللي